مصر لها دور كبير في قلب كل إماراتي وشعب دولة الإمارات. أسسها الراحل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان النهيان، أي أصبح قال أن مصر اليوم هي جزء رئيسي من عالمنا العربي وجزء رئيسي من قوتنا العربية. فوجودنا اليوم في هذا المؤتمر لمدة 3 أيام، ونبتدي باليوم الأول اللي هو الموقف الاقتصادي الرئيسي، حيث أن اليوم دولة الإمارات وجمهورية مصر لها مواقف سياسية وقيادية في العقود الماضية. فالموقف الاقتصادي هو أقوى موقف اليوم يجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية. إذا جمعنا الناتج المحلي الاقتصادي بين الدولتين فهو 28 مليار دولار دولة الإمارات وجمهورية مصر. وإذا رأينا ما هي استقطابات الاستثمارات العالمية للإمارات ومصر فهي أكثر من 300 مليار دولار استثمارات جذبت لدولة الإمارات ومصر في العالم العربي. فما السؤال هو ما هي تحمل 50 عام القادمة من استثمارات؟ فنرى هناك في اتفاقيات واضحة من الصندوق السيادي المصري وكذلك مجموعة أبوظبي القابضة، حيث أعلنوا عن 20 مليار دولار استثمارات في هذا الصندوق. كذلك الاتفاقية الصناعية المتكاملة اللي وضعت فيها 4 دول، منها السعودية، منها المملكة الأردنية، مصر والبحرين ودولة الإمارات. فهذه الاتفاقية المتكاملة الصناعية كذلك أرسلت 3.4 مليار دولار في المرحلة الأولى كاستثمارات رئيسية في المحطات.